يحتفل شعبنا اليمني من أقصاه إلى أقصاه بالذكرى 14 لثورة 26 من سبتمبر عام 62، في حين أننا أيضا نحتفل بمرور عام على افتتاح التلفزيون. ولا شك أن التلفزيون منجز من منجزات ثورة 26 من سبتمبر، ومفخرة تحققت في عهد التصحيح، عهد حركة 13 من يونيو التصحيحية، بقيادة القائد المقدم إبراهيم محمد الحمدي رئيس مجلس القيادة والقائد العام للقوات المسلحة.